صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نصح صاحب الخطأ ولم يرجع وقد انتشرت أشرطته وكتبه وفيها خطأ وضلال، فهل يشهر به ويحذر من خطأه؟ إذا نصحته ولم يقبل فالمسؤولية عليه، أنت أديت الواجب والمسؤولية عليه. وإذا سألك أحد قال وش تقول بالكتاب الفلاني، تقول فيها خطأ، فيها الخطأ الفلاني، تشخص لها الأخطاء التي فيه. نعم، إذا سألك أحد. نعم.